السلام عليكم، معكم أستاذ أمل فخر الدين، أستاذة مادة الرياضيات في التعليم الثانوي. أنا جد محظوظة، كنت من بين المحظوظين الأساتذة اللي شاركت في هذا اللي غنسميه أنا تظاهرة ديال ويكيبيديا المغرب، وتوظيف ويكيبيديا المغرب في ويكيبيديا في التعليم. أنا جد كنت من المحظوظين والفائزين أنني دزت من المرحلة الأولية ديال ويكيبيديا أونلاين، ومن بعد استوجنا أننا ندوزو كناس اللي حضوريا باش نتعلموا أهم التقنيات اللي كتوفرها لنا موسوعة ويكيبيديا، باش نوفروها سواء لنا حنايا كأساتذة ونقدروا نبسطوها حتى للتلاميذ باش نسهلوا لهم وصول المعلومة طريقة جيدة. وشكرا.